في برنامج المكابح. أول حاجة هنعمل قطع طريق هي هتبقى بسيطة. عربية ونحط فيها ثلاث مكعبات وبعدين نجيب البتور زي ده تا وهنركب هنا ونحط عليه آخر حاجة كده هي بشكل أو عندكم أي عربية تانية حطوها لكن ما عنديش. وبعديها هناكل ونحط كأنها عربية تانية نحط بقى كده واحدة لو انتم عندكم عربية تانية وفي الآخر دي السلام عليكم ورحمة الله.